أهلا بكم في بودكاست الرؤية، في برنامج من عمان للعالم. هنا من عمان نبعث برسالة سلام للعالم، لنلتقي على أرضية مشتركة من الإنسانية، ونلتف جميعا حول منظومة من القيم والتقاليد الحضارية، في رابطة تجمع شعوب العالم حول المنهج والنهج العماني القائم على الصداقة بين جميع الأجناس وسائر الحضارات والمعتقدات. في هذا البرنامج نسير على نهج مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه في سياسته الخارجية القائمة على مبدأ الحوار العقلي الهادئ والجاد مع الإنسان في الداخل والخارج بعيداً عن التعصب، لنبحث عن أرضية مشتركة ومبادئ عامة ننطلق منها. نقدم لكم في هذه الحلقة من برنامج من عمان للعالم عرضاً لكتاب عودة ماركو بولو، الحرب الاستراتيجية والمصالح الأمريكية في القرن 21 لديفيد كابلان. في هذا الكتاب يتحدث كابلان عن أمرين جوهريين: الأول وصف العالم كما هو في واقعيته لا في تجريديته، والثاني عرض المقاربة الأمريكية لما يمكن أن تفعله أمريكا في هذا العالم. يرى كابلان أن هناك تشابكا بين الجغرافيا والتكنولوجيا، وقد أمسى عالم اليوم أكثر تداخلا وأشد عصبية ومن ثم هشاشة في القضايا الجيوسياسة وتشابك الأزمات. ويدافع كابلان عن فكرة مكونة من شقين: أوروبا السائرة إلى الاندثار، واندماج آسيا وأوروبا لتصير أوراسيا، وهي روسيا والصين وإيران وتركيا أضحت ذات أولوية في النظام الدولي الناشئ. ويدعو كابلان الجيش الأمريكي إلى التخلي عن النزاعات القومية السياسية التي أدت إلى الحروب العالمية، وتبنى منطق الوحدة العابرة للقوميات وإعادة النظر في التقسيمات بين الشرق والغرب. ومع بداية تفكك الغرب بدأت تلوح في الأفق معالم جغرافية استراتيجية جديدة يلخصها كابلان في قوله: ها هي أوروبا تتخفى، وها هي أوراسيا تتبدى. وهذا لا يعني أن أوراسيا سائرة إلى التوحد التام أو أن حالتها مستقرة كما استقرت أوروبا من قبل، وإنما يعني تفاعلات العولمة والتكنولوجيا والجيوسياسة، حيث كل واحد من هذه يدعم الآخر وتؤدي إلى اندماج قارتين في قارة عظمى هي أوراسيا لكي تصير وحدة سائلة مهضومة. ويطرح كابلان سؤالا مفاده: ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة وما الذي لا يمكن أن تفعله، وما المقاربة التي يمكن أن تقوم بها أمريكا؟ أطروحة كابلان بهذا الصدد هي الواقعة والوظيفية، إذ لا يمكن لأمريكا أن تتحرك في العالم بأكمله، لا يمكنها أن تعمل سلاحها في كل أنحاء العالم. وهذا يدفع أمريكا إلى إعادة طرح السؤال: من نحن؟ وما مهمتنا؟ وما أخطاؤنا؟ وما طبيعة قوتنا؟ وما الذي يحدث في عالم اليوم؟ وفي الجملة ثمة تعالق بين دول تضعف وإمبراطوريات ناضجة عبر أوراسيا. وعالم العصر الرقمي أشبه شيء ببيت العنكبوت الممتد، إذا ما مسست منه خيطاً ارتجت الشبكة بأكملها. وبهذا ينبغي التفكير مأساوياً بغاية تفادي مأساة آتية. هكذا قدمنا لكم برنامج من عمان للعالم من بودكاست الرؤية، معي أنا أحمد المسعيدي وأنا مريم البعدي.